السلام عليكم. السلام عليكم معزول فلاواني نوتروفوا. هذه المداخلة فيما يخص كان موضوع تكلمت عليه في مدة قديمة شوية، صافي 6 موا كيلك شوز كوم سا، 6 شهور 7 هكاك. جي بارلي كشفت الموضوع تاع القايد صالح انه عمره ما كان مجاهد، وانه كله يعني صناعة تاعه هو صناعة اسافاسون مصح منه النيفو زوجة. ظهر بلي انه النيفو زوجة مش حتى رابعة، يعني دو كلاس تحت ماليش. كنت بغيت نقول ظهرت لكم انه ما كانش مجاهد، وانه بالفيديو بالصورة تاع القديمة هذيك اللي عنده صورتين برك في الستينات، عنده صورتين هو كان يدعي انها في الخمسينات ديك الصورة، لكن هي صورة في الستين، بعد الستينات يعني بعد 65 هكاك بعد الاستقلال. لانه كنت ظهرت لكم ودرت لكم الفرق تاع لا فاسون تاع لا كاسكيت اللي كانت تنصنع في لا يوغوسلافي بعد الاستقلال. كنا نشرو الصوالح تاع لارمي على لا يوغوسلافي ولو رياساس وكشكوكم سا لا 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 فورم تاع لا كاسكيت هذه كانت بعد الاستقلال 56 وطلع. alors que الجنود تاعنا مساكين كانوا يسو دي كاسكيت كانوا يجيبوهم فاني من يوغوسلافي من مصر يجيبوهم، باينين عوج يا دي بيري كانوا يديروا فاني ديك شغل دي بيري، بصح ماشي هذيك لو جور دو كاسكيت تاع كانت بعد الاستقلال كنا نديروها. وفي الصورة فاني في الفيزيولوجي تاع الإنسان، تركيبة تاع الوجه تاع الإنسان، لاني داير فيزيولوجي يعني نعرف إنسان، نجم نعطيك تقدير مثلا نقول لك عنده 24 عام 25 عام حسب يعني، لكن ما نعطيش ما نجمش نقول هذا مثلا عنده 50 وهو عنده 30، لا نجم نحكم عليه. في الصورتين هذوك اللي عنده في حياته في مين كان جون، كان فيما يخص 23 24 25 يعني كانت بعد الاستقلال. لكن الموضوع اللي بغينا نرجع لها اليوم، باسكو السفاح تاع نزار كان تكلم عليه في صافي دو جوغ، تكلم على القايد صالح هضر عليه كانه باسكو سي لوي كي لا ريكروتي، هو اللي دخله في 58 في 58. لكن وين دخلها؟ قال باللي دخلته في تونس في الحدود تاع تونس دخلها، لان كما تعرفوا كان في منظمه هي اللي كانت ريكروتي، كانت عارفين هي فرنسيه اللي كانت ريكروتي ودخلت الحركه تاعها اللي هو نصار وجماعه بالخير وهذو والعماري هذو اللي هما دخلوا عن طريق تونس، لانهم فرنسا كانت تنظم فيهم يفو تصنع لهم ينغمي. يعني هنايا في 58 إن أنا قدر الناس تقول باللي الناس اللي تلحس الصباط رونجاس هذا قايد صالح تقول له هو كان مجاهد ومولو 15 عام كان مجاهد، صح أنا نديرها مجاهد مولو 15 عام. وسيدي نزار قال باللي كان معاه هو اللي ركريته في تونس في الحدود تاع تونس، من ركريته في الحدود تاع تونس في سنة 1952. ندخلوها شويه لوجيك شويه معت وسهل يعني مهله، الانسان قال الانسان البسيط يقبضها ماهيش حاجه واعره. نقولوا يا سيدي قايد صالح الان في 1919 عنده 84 عام، هو راهم يقولوا عنده 84 انا لا اعلم، انا نقول عنده 84 عام. في سنه 1952 58 شان كان عندها من عام؟ اولا باش يكون عندك 84 عام الان تكون لازم زايد 1935، ومن 35 ل 1958 كان عندها 23 عام 23 مين تريكريتا؟ ريكريتا نزار في الحدود التونسيه، باش نعطوكم هكا بليدات هكا باش تقبضوا اللعب. الور 1958 كان عندها 23 عام ما كانش عندها 15 عام. فيه ناس تقول باللي الناس التوعه
بيان سور راه راهم يخدموا فيه ويخدم فيهم لي رون سيرفيس ويخلصوا يخلصوا على هذا الهضره. حتى الذباب هذا اللي راهم يهضروا عليه ورادينه راجل. الوغ لو كان كان عنده 15 عام وكان جهاد وراك تقولوا جهاد المفروض يجهد في الداخل. الجهاد والثوره كانت في الداخل ما كانتش في الحدود ما كانتش في تونس. لكن ما دام كذبتوا وقلتوا عنده 15 عام راه الشهد فيه لوم كي لا ريكروتي اللي هو نصار السفاح تاع نصار اللي كانوا مجموعه لاكوس يسموه مجموعه لاكوس اللي كانت يدربوا فيهم ويوجدوا فيهم على اساس عرفوا ان النهايه تاع فرنسا بقاها ما بقى مستحيل. يعني كانت بتوقع لهم خساره بزاف في العسكر تاعهم في حتى في الناس اللي كانت عايشه في الجزائر من الفرنسيين. صاروا عارفوا باللي صحيح خسروا في الجزائر بداوا يخسروا لكن لازم يبقوا بطريقه ثانيه طريقه حكم يعني بدون عساكر طريقه ذكيه استعمار حديث حديث استعمار اقتصاد اقتصاديين يتصرف في ثقافتك في كل حاجه من دون ما يكون وجود ليه عسكري فرنسي يعني فرنسي اللي هو ولادهم. لكن كانوا يحضروا في اولاد الحركه في اولاد الحركه اللي هم خالد النصار ومنهم ولد القائد صالح اللي بوه برضاه اللي كان راح في الحدود تاع تونس باش يتنظم فعلي باش يضمنوا بقائهم. الور كان عنده 23 عام وكان في الحدود التونسية وهو قال في خطاب ليه قال باللي رفد المجاهدين رفدهم موتا. انا قلت لكم باللي رفد المجاهدين ممكن يكون رفد المجاهدين كي دخلوا في 62 للجزائر لكن دخلوا ما دخلوش باش يعاونوا المجاهدين في الداخل دخلوا يقتلوهم باش يستولوا الحكم. منظمات على قوس اللي نظمتهم وردتهم دخلتهم فوق الشيران دخلوا وقتلوا المجاهدين وهو من اللي قتلوا المجاهدين وعلى ذاك الأساس بقى تحت حماية تاع نزار والآخر اللي هو عماري وبالخير قعدوا تحت حمايته قعد تحت حمايتهم حتى كبروه وردوه جنرال. هذا المقصود. وراهم الان يبيعوا في بعضهم بعض باسكو نزار كي يقول على هابي تبان حقيقته تبان حقيقه هي مره كذبوا علينا مده 60 سنه لكن كيما يقول لك ربي يفضح عبده في الاخر يفضح عبده ما تحتاجش كي تجي شوف سبحان الله شحال 60 عام هما خوت يخونوا يفسدوا في رحبه لكن جاء ربي دار سبه وفضحوا بعضهم بعض. يعني هذا القائد صالح عمره ما جاء عمره ما أطلق رصاصة تاع بلوط إلا طلق رصاصة تاع بلوط في الداخل ضد فرنسا هذاك عمره ما دارها. الرصاص اللي طلقه ممكن طلقوه على المجاهدين مجاهدين بصدورهم عرايا وما عندهمش تسلح المليح هذوك فرنسا كانت مسلحتهم مليح كي دخلوا قرصوا عليهم هذوك هما الجنود اللي قال كرفتهم بيدي يعني ربطتهم بيديك أود الحرام على خاطرش قتلتهم باش تقعدوا في الحكم باش فرنسا تقعد تحكم فينا. هذه اللي بيت نوضح وانا كنت بينت لكم في الفيديو قال لي واحد كي درت وقبطها انا قبطت انا شفت لي كاسكيت نقل شيباني الله يرحمه كانوا يعطوه هدايا هذو تاع صحابه الجنود هذو اللي دخلوا من العرمي مساكين قعدوا غير الجنود زعما ما عطاهم لا غراد لا والو عطاهم دي كاسكيت ولي كاسكيت هادو كانوا عندنا بزاف ايا الناس قرين نعقل عليهم هلو عقلت على لا فورم تاعهم اللي كانت بعد الاستقلال كانوا هذوك لي كاسكيت تاع العربي على الورك هو كان عنده صورتين برك هذا قايد صالح كان عنده صورتين بهذو لي كاسكيت مشيت على الكاسكات اللي كانوا يلبسوهم المجاهدين في الجبال وهذوك لا مشي كيفهم سي يبانوا جدد هكاك ويجوا واقفين ويجوا راه كان فيديو راني هاضر فيها ممكن تقولوا لا والحقيقة يعني اذا كان مجاهد ولا لا روك هذيك كبطن بها اللي كنت باين هضر عليها دروك
هي حتى الصور، حتى صور المجاهدين زمان من كانوا في الجبال، لازم تعرفوا حاجة. قال الناس راهي تعرفوا، راه كاين صور كثيرة تشوفوها حتى في الانترنت، تشوفوا المجاهدين تشوفوهم متصورين ثلاثة أربعة خمسة على الأقل زوج ثلاثة، هو عنده صورة وحدها واقف مع الحيط، وهذيك اللي مع الحيط في كازيرنا بعد الاستقلال، ولا تصويرة وقت أخرى قابضين غير هكا، غير راسها هكا، وهي اللي باينة فيها الكاسكيت عاملها، هي اللي قبضت بها. ألوغ المجاهدين كانوا يتصوروا، ما يعرفوا روحهم لا يموتوا لا يعيشوا، ياخذوا ذكريات اللي مات والله يرحمهم ويسع عليهم وإن شاء الله يكونوا في الجنة، لكن واللي حيا وبقاو من بعد يعقلوا على بعضهم بعض ويبقوا دي سوفينير. لكن كانوا يتصوروا في رحبة، كانوا يتصوروا خطرات 20 واحد 15 10 4 رفدين سلاح، رفدين الإعلام تاع الجزائر، هو جام يتصور هكا صافي دير وين كنت حلوف من الحلوف، حلوف فرنسا. هذه اللي بيتي نقولها لخوتي، هذه اللي قبضتهم بها، وهذو ما يبغوش هذا الصوالح، وهذا الذباب هذا شوف المستقبلك، مستقبلك مشي مع القايد صالح، القايد صالح يلا نافيون سبيسيال لازم تعرف، ولكن ما توقفوش هذا البايلوت اللي غادي يسوق هذا الطيارة تاعه غادي يهرب وراء عنده ملايير دولارات مهربهم في فرنسا، في فرنسا عن طريق الإمارات. هذه باش نقولها للناس تعرفها حقيقتهم، وخليهم يفضحوا بعضهم بعض. لكن هذا العصيان المدني حيسقط كل العصابات هذو، وهما ماش بغين على أساس يعني يروحوا المجلس تأسيسي رئاسي، مجلس تأسيسي رئاسي، لأن المجلس التأسيسي رئاسي يقودنا، رانا نقولوا إحنا سوى سهلهانهم دون فاسون، يعني أنا فاسيليتي لي شوز وي تراي تو ميك إت سامبل يعني فور ذيم، قلنا روحوا للمجلس الرئاسي لكن يكون من طرف الشعب، مثلا في طالب الإبراهيمي بن بيتور، ناس نضعف كين هكا هما ما بغاوش، باسكو علاش هاد الناس شي يديروا يلفون يخرجوا كاع هاد الناس من الحكم، يخرجوا كاع الناس تاع الفلان تاع الاراندي. قال تعال يا رئيس الاركان راك روح تتحاسب، هادو ما يبغوهمش يكونوا في الحكم، ما يبغوش على اساس ذا هما باغيين انتخابات، وانتخابات بسرعه باش يضمنوا كيما قال لك رئيسهم، كيما قال بورقع الله يحفظه ويستره ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي يكون بخير على خير، ما قري في السجن رغم سنه، ما احترموش الخيان الخداع، الحركة 100% ما فيهاش تاع مجاهد، ما فيهمش المجاهد، هذه لازم يعرف الشعب، قسم بالله ما فيهم مجاهد، جبنا لكم بلي بروف وراهم يفضحوا في بعضهم بعض يا عباد الله. اللي ما يعرفش، اللي ما يعرفش وما فهمش ولا فهموه يبارطاجي فاني هذو لي فيديو باش يعرفوا الناس بلي هذو ما لهمش في الجهاد، عمرهم ما كانوا مجاهدين، والله ما تيروا حبة رصاص في أرض الجزائر، كانوا يدربوا في الحدود تاع تونس ومن بعد دخلوا قتلوا المجاهدين، هذه اللي داروها. بصح باش تيروا رصاص على فرنسا عمرهم، سقسوا نزار بروحه عمرها ما تيرا فرنسا، والناس اللي تحته اللي هو دربهم إلى ركوتي القايد صالح وجماعته عمرهم ما تيروا رصاصة. ما تجوش تخلوش هذا الناس تلعب بالمستقبل تاع اجيال، احنا بالك نقولوا احنا ونصنفوا فاتت لا غالب فاتت علينا، بصح الجيال اللي هي جايه ما تنسوش عندكم اولادكم اولاد اولادكم، هذو اذا كان ما ضمننا لهمش المستقبل الان سي فوتو تروح، لو كان نخلوهم يحكموا فينا ويتصرفوا فينا، ولا حتى نعطوهم يدوروا لنا هما انتخابات ولا اي حاجه يشركوا فينا، سينون دي راسين با يفو لي دي راسيني خرجوهم. الا كان غير تقطع عندك عشبه عندك ان بلونت في دارك، لو كان غير تزجها من الفوق تعاود تخلف عندهم اولادهم ولاد اولادهم ابن عمهم يعاودوا يقبضوا الحكم ويعاودوا يولوا ويعاودوا يقهروا هذا الشعب. لكن كنت لا دي راسين يا خويا ودير زريعه، دير زريعه تعرف باللي تعطيك غله ما تعطيك الشوك، هادو شوك لازم ينقلعوا. هذه اللي بيتي نقولها لخوتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يلا بخش إن شاء الله، السلام عليكم.
سلام عليكم.